مشروعنا قبل سنة احنا بدأنا فكرنا في نسوي مشروع غير عن المشاريع الثانية، مشروع له هدف ويكون نطوره يعني مع الأيام. هذا فكرنا في المكفوفين وفكرنا في العصا البيضاء. عصا البيضاء ما تطورت من الحرب العالمية الثانية، ما تطورت، وتخيلوا الكم الهائل من التكنولوجيات اللي تطورت وصارت موجودة من الحرب العالمية الثانية. ففكرنا ان احنا نسوي، وطبعا يعني ان تكون مثلا زي الساعة لما صارت ذكية صارت استفادت من الحساسات من التكنولوجيات، لما صارت بهذا الذكاء سوينا النموذج الأول والثاني كجهاز ينحمل باليد، جهاز خفيف وسنسرات تستبدل العصا، لأن العصا هي عبارة عن ميديا يأخذ السيجنالز from the obstacles to the user. أخذنا المشروع إلى إثراء عشان نشوف ردة فعل المجتمع أو آراء المجتمع وش يقولوا عن الجهاز، يعني بيكون. فشفنا ناس عندهم مثلا أخوه مكفوف، عندها زميل ضعيف نظره، فناخذ وش آراء الناس. فكان أكثرهم يقولوا إنه صعب إني أحمل جهاز طول الوقت بإيدي، يعني لازم هذا تنحل. فالنموذج اللي بعده كان زي الحزام أو جهاز اللبس على الحزام، يكون خفيف ويكون فيه التكنولوجيات اللي تفيد المكفوف. هذه المرة أخذنا هذا البروجكت إلى مكان يعني نبغى ناس متخصصين في هذا المجال، أخذناه إلى سيسك، فكانوا في بروفيشنالز هناك يعطونا من خبراتهم في السنسرات في الإنترنت الأشياء، فناخذ آرائهم. فكان هذا آخر نموذج، وزميلي باسم بيعطيكم تفاصيل عن الجهاز، آخر نموذج للجهاز. جزاكم الله خير على الحضور. طيب حلو. أول شيء المكفوف أكتر شيء يعطله الآن إنه كيف يمشي مثلاً في البيت أو في الشارع أو يعني في بيئته عموماً، كيف يقول بالعربي يعني يجي الطريقه. أوكي، فالهدف عندنا هنا أوكي لإرجاع القدرة على الإحساس بالمحيط. أول شيء نحتاج أن آلة تستشعر المحيط، بعد ذلك نحتاج بعد ما استشعرنا المحيط نخبر المستخدم أنه المحيط هل أمامك شيء، يمينك شيء، هل في حفرة مثلا أو رصيف أو درج مثلا، وتحتاج إلى ذكاء، وهذا الذكاء اللي يأخذ معلومات البيئة ويعطيها للمستخدم. جميل جدا. طيب اللي بعده حلو. الآلة أو الجهاز اللي استخدمناه لجمع المعلومات من المحيط البيئة هذا الحساس الفوق صوتي يسمى ألتراسونيك سنسور. هذا فكرته كالتالي، يستخدم نفس القدرة الطبيعية للخفافيش لاستشعار المحيط. لو تروح الشريحة اللي بعدها، الخفاش يعمل صوت فوق صوتي هو يسمعه ونحن ما نسمعه، يخبط في الجدر مثلا او في محيطه ويرجع له الصوت، وبهذه الطريقه يعرف هو فينه، فين مكانه وكيف البيئه المحيطه به. اللي بعده جميل جدا. حقنا الجهاز يستخدم نفس المبدا، يرسل صوت، موجه صوتيه ترددها فوق صوتي يعني فوق 40,000 كيلو هرتز، يصطدم بالأوبجكت، ينتظر الحساس ويحس الوقت، يشوف قديش إلين ترجع الموجة الصوتية ويسمعها، يقول أوكي المسافة هي الوقت اللي أخذتها الموجة في الذهاب والعودة مقسومة على سرعة الضوء. أوكي، فهذه المعلومة يأخذها الجهاز. نرجع لصورته اللي قبله، معلش نعم كمان قبله. فواحدة منهم تستخدم حاجة نسميها بيزو إلكتريك كومبوننت، هذا نوع من أنواع السيراميك زي الكوارتز في الساعات، لما تعطيله فولتج كهربائية يسوي اهتزاز،
فهنا بننتج الصوت الفوق صوتي بهذه التكنولوجيا، لأنه إذا استخدمت السماعات العادية الشيء غير عملي. السماعات العادية بالقوة توصل 50,000 كيلو هرتز ومرة تأخذ طاقة عالية، أما هذا تعطيه كم فولت قليل، طاقة قليلة جدا، يرسل موجة صوتية مناسبة والثاني يستقبلها، لما يستقبل الموجة الصوتية يحول اهتزاز إلى فولتج اللي هو إلى التيار الجهد الكهربائي. طبعا هذه الدائرة الكهربائية كلها لمعالجة الإشارات، لأنه أنا لما أرسل إشارة صوتية في عندنا مشكلة في الصدر، يعني أنا هذا الجهاز فيه نفس الإشكالية، لما يرسل الصوت ما راح يرجع نفس الصوت فقط، راح يرجع نفس الصوت ثم يرجع بدرجة أقل ويرجع بدرجة أقل أقل أقل، فهنا لازم معالجة الإشارة، وهذا طبعا لحاله علم متكامل، وهذا السنسور فيه في القطعة الصغيرة دي كل هذه الإمكانيات. جميل جدا، حلو. بعد ما أخذنا هذه المعلومات من البيئة المحيطة، الآن نبغى المستخدم يستفيد منها. كيف؟ هذا الهزاز نفسه بالضبط المستخدم في الجوال. شفتوا الجوال لما يهز قديش يعني الإنسان يقدر يلاحظه؟ جميل جدا. نحن استخدمنا هذا الطريقة لإشعار المستخدم بالبيئة بدل الصوتيات، بدل الحرارة مثلا، بدل الإشارة الكيميائية، لأنه يعني فكرنا وقارنا ورأينا أنه هذه على قول الشباب بالكلمة الإنجليزية less invasive، يعني ما يعطل الزبون أو المستخدم كثير. طبعا طريقة عمله جدا بسيطة، لما يكون عندك شيء بيدور والثقل متوزع بطريقة غير متساوية يسبب اهتزاز، لما يرتفع الدوران تزيد الشعور بالاهتزاز وأيضا الفريكونسي اللي هي تردد. هذا نسميه البيزو إلكتريك، نفس اللي يرسل الصوت الموجات الفوق صوتية في الحساس برضو يرسل صوت موجات صوتية، يصير المستخدم يقدر يسمعها، وبرضو هذا طاقته جدا منخفضة، فنقدر نخلي الجهاز صغير جدا. نركب 3 من الهزازات، أوكي، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، فيصير الآن بالنسبة لي الجدر على اليمين هو المحيط القريب، فأحس الاهتزازات أكثر في اليمين، فأقدر إني خلاص بدون ما أشوف أعرف إنه في جدار على اليمين، ف يعني أتجنب إني أصدم فيه. إذا في شخص، إذا في سيارة، إذا في يعني حتى نوريكم في الفيديو عندنا في الديمونستريشن كيف إنه لما يكون في شخص أمامك بيمشي تقدر تنتبه له. طيب جميل جدا. والصوت عشان تسمع، طبعا ليش حطينا صوت واهتزاز؟ الاهتزاز للمسافات والأشياء دي مو مشكلة، وانت ماشي ان شاء الله ما في خطر، بس الصوت اذا في درج او في رصيف ما راح تنتظر تحس اهتزاز، على طول يديك انذار تتد، اوكي تنتبه ما تطيح ولا تزعص. طيب المخ الالكتروني هذا اخترناه لانه حجمه صغير وامكانيته هائلة، هذا يعالج المعلومات المحيط وهكذا إلى آخره ويخرجها على شكل يناسب الموتور ويناسب الصوتيات، وأيضا فيه قدرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي زي ما تفضل الإخوان اللي قبلنا. وكمان غير ذلك نقدر ندمج معه الأشياء الأخرى اللي هي الجوال وجميع البرامج الأجهزة الذكية الأخرى. إمكانية توسيع هذا المشروع جدا سهلة، يعني إنه يتوسع يصير يرتبط بالساعة الذكية وبالجوال الذكي وبالجي بي إس وبالأجهزة الثانية حتى في البيت، أجهزة البيت الذكية. ما راح أطول معاكم هنا، هذا برضو يعني يشرح ليش استخدمنا هذاك المخ الإلكتروني. هنا أيضا المخ الإلكتروني هذا فيه قدرة إنه مع أنه الإشارة تكون رقمية لترسل للسماعة حقة المستخدم والموتورات نحولها إلى شكل مستمر اللي هو نسميها تستمر. إحنا هذا حاجة إحنا قاعدين نشتغل عليها بس ما خلصنا بعدنا. إنترنت الأشياء، بعض الناس فكروا إنترنت الأشياء هو بس لما تجي الأجهزة تكون فيها واي فاي، لا، هو هذا أكثر من كده، هي ثورة بتكون في الأجهزة. فمثلا يكون جهازنا قاعدين نشتغل على هذه الحاجة، إنه يكون ياخذ الداتا الموجودة عنده، البيانات ياخذها يجمعها ويرسلها إلى السحابة، في السحابة تكون في برامج خاصة، هذه البرامج الخاصة أو تكون ماشين ليرنينج مودلز
تعلم الآلة. هذا للمودلز يسوي أناليز تحليل للبيانات، هذه البيج داتا، البيانات الهائلة الضخمة اللي جاية من السنسرات، من الجي بي اس، من الار اف اي دي، هذا كلهم تكون في السحابة برامج تقدر تسوي لهم أناليز، ونقدر ناخذ من هذه الداتا أناليتكس نقدر ناخذ ديسيجنز. الديسيجنز هذه تقدر ترسلها تعودها للجهاز، الجهاز يقدر يستفيد يعطي للمستخدم نصائح، مثلا ان تكون يقول الجهاز ان بناء البيانات الموجوده عندنا انك الحين رايح الى العمل والجو حسب الارصاد الجويه انها بتمطر فلا تنسى مظلتك، او ان تكون تنتقل الى اله ثانيه مثلا جهاز التكييف في غرفه النوم تتحدث وياه تتواصل وياه ان تقول مثلا تقول له ان المستخدم بعد فترة يعني على جدوله انه رايح للنوم فشغل التكييف وضبط درجة الحرارة الى الدرجة اللي عادة هو تعجبه، او ان تكون الى اشخاص ثانيين مثلا تكون الى تقول ان بناء المعلومات اللي عندنا ان الولد الحين هذا ضايع فترسل للام هذا اللوكيشن اللي له وتواصل وياه تقدر تعطيه دايركشنز.